إيران لا تزال تصدر الثورة بعد 40 عاما. طبعا دي المرات القليلة جدا نلاقي فيها دولة عمل الثورة وبتقول لك تصدير الثورة، وتقعد بعد 40 سنة بتقول لسه تصدير الثورة أو دراسة الثورة من أجل تصديرها. ده كلام غريب جدا ما يخص الثورة الإيرانية. 79 الثورة الإيرانية، داخلين على 2019، 40 سنة على الثورة الإيرانية، ومع ذلك لسه الإيرانيين بيقولوا تصدير الثورة الإيرانية. في إيران أقوى مؤسسة على الإطلاق، اللي هي طبعا تتبع بشكل مباشر المرشد الأعلى، اللي هي الحرس الثوري. دلوقتي في وسائل الإعلام كلام كتير جدا على الحرس الثوري، لأنه هو حرس، الاسم حرس ثوري، فيحرس الثورة وكمان يصدر الثورة. فلما تلاقي بلد لم تنتقل من الثورة إلى الدولة رغم مرور 40 سنة، بتتكلم على واقع صعب للغاية. قائد الحرس الثوري هو الجنرال جعفري، ونائبه الجنرال حسين سلامي. الجنرال حسين سلامي اتكلم وقال باستعراض شديد جدا، قال ان احنا دلوقتي ساحات القتال بالنسبة لنا تمتد من نهر كارون الى البحر المتوسط، تشمل شمال افريقيا والجزيرة العربية. منتهى الاستعراض ان ايران دلوقتي موجودة من النهر الى البحر، وان ايران موجودة في شمال افريقيا، موجودة في الجزيرة العربية، تدير عمليات قتالية. منتهى الاستعراض للقوة من قبل الحرس الثوري الايراني. ده اعتراف بتصدير الثورة مستمر، بالتالي التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية مستمر. والأمر الثاني إنه اتكلم على الجزيرة العربية، السعودية ودول الخليج وضعها في إطار تصدير الثورة، وده خطاب عدائي في مواجهة السعودية وفي مواجهة مجمل الدول العربية. الحرس الثوري الذي أصبح حديث العالم الآن، لأنه الأمريكان قالوا إن الحرس الثوري بيشتغل في حاجتين، المخدرات والإرهاب. هو اللي ورا تجارة المخدرات، الهيروين والأفيون من أفغانستان، وبيجني أموال كتيرة جدا من تجارة المخدرات، بيستخدمها في تجارة السلاح ويستخدمها في تمويل الإرهاب. مستشار الأمن القومي الأمريكي في إدارة الرئيس ترامب قال إن الحرس الثوري منظمة تدعم الإرهاب ومنظمة تعمل في مجال المخدرات. إجمالي اتهامات أمريكا للحرس الثوري الإيراني إيه؟ نمرة واحد المخدرات، إن الحرس الثوري يتاجر في المخدرات. نمرة اتنين تجارة السلاح، إن الحرس الثوري يتاجر في السلاح عبر الحدود. نمرة ثلاثة إن الحرس الثوري يهرب النفط. نمرة أربعة إن الحرس الثوري الإيراني يمارس الاتجار في البشر، وبالتالي جريمة الاتجار في البشر هي جريمة موجودة طبقا لأمريكا لدى الحرس الثوري الإيراني. وخمسة تهريب البضائع، يبقى تهريب بضائع واتجار في بشر وتهريب نفط وتجارة مخدرات ودعم تجارة السلاح غير المشروع حول العالم. ده الكلام الرئيسي أو التهمات الرئيسية اللي بيقولها الأمريكان ضد الحرس الثوري الإيراني. المذهل إنه اتهام الحرس الثوري الإيراني بأن هو بيهرب إما مواد غذائية أو بضائع أو بترول أو بشر أو ما إلى ذلك، كان اتهام للرئيس أحمدي نجاد نفسه. هو قبل كده كان بيقول عليهم الإخوة المهربون. مصطلح الإخوة المهربون هو مصطلح الرئيس أحمدي نجاد اللي وصف به الحرس الثوري الإيراني. أمريكا وضعت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات المحظورة. الأردن من فترة وضعت نفس الحرس الثوري الإيراني على لوائح الإرهاب. إنما روسيا رفضت أن هي تضع هذا السلاح أو هذا الجزء
من القوات المسلحة الإيرانية، الحرس الثوري الإيراني، رفضت روسيا إن هي تضع على لائحة المنظمات الإرهابية. يبقى إذن أمريكا، الأردن، عدة دول حطاها على لائحة سوداء، إنما روسيا رفضت تضع الحرس الثوري الإيراني على أي لائحة سوداء. إيه بقى هو الحرس الثوري الإيراني اللي عمل كل الضجة وكل الغلبة اللي موجودة في العالم ديت؟ الحرس الثوري الإيراني اتأسس 79 مع الثورة الإيرانية، تأسس عام 79، حوالي 150 ألف فرد، وفي قوات كمان اسمها قوات البسيج. القوات ديت هي قوات التعبئة، أو قوات تعبئة الأفراد للقتال أو قاتل احتياج، ودول كمان حوالي 90 ألف، وكان لهم دور كبير في الحرب العراقية الإيرانية. يبقى إذن الحرس الثوري بنتكلم على حوالي 150 ألف، بنتكلم على قوات البسيج اللي هي تتبع الحرس الثوري بنتكلم على حوالي كمان 90 ألف. قائد الحرس الثوري هنلاقي اسمه كتير جدا في وسائل الإعلام، هو الجنرال محمد علي جعفري، ونائبه بقى كمان هو من نجوم الإعلام اللي هو الجنرال حسين سلامي، وفي نجم مشهور جدا هو اللواء قاسم سليماني اللي هو قائد فيلق القدس اللي هو جزء من الحرس الثوري الإيراني، والبعض بيصف أنه هو زعيم الفوضى في الشرق الأوسط. بعض مراكز الدراسات بتقول أن تلت اقتصاد إيران ملك الحرس الثوري، وبالتالي بنتكلم على جيش كامل هذا الحرس الثوري، عنده طيران، عنده قوات بحرية، سفن وغواصات، عنده قوات برية، عنده مخابرات خاصة، عنده جهاز استخبارات خاص للحرس الثوري الإيراني. يبقى عنده مخابرات، قوات بحرية، قوات جوية، وعنده القدرة ان هو يدير معارك داخل البلاد وخارجها. البسيج طوروا قريب أدائهم، اللي هم قوات التعبئة اللي هم التابعين للحرس الثوري، وأسسوا حاجة اسمها المجلس الأعلى للتعبئة علشان يدرسوا تاني، لسه هنذاكر من جديد، لسه هنبدأ من الكتاب مرة تانية، هيدرسوا أهداف الثورة الإيرانية. قائد المنطقة الوسطى الأمريكية قال إن إيران من خلال الحرس الثوري بتحاول تتواجد من طهران إلى بيروت، إنها بتعمل ممر وصولا إلى البحر المتوسط. وطبعا الرئيس ترامب هاجم إيران عشان موضوع الصواريخ وموضوع الاتفاق النووي، إنما الحرس الثوري رد وقال إن ترامب أحمق، وإنه ما يفهمش لغة القوة، وإن إحنا هنكمل برنامج الصواريخ وهنكمل تصدير الثورة، ودي حرب عقائدية علينا، إنما هنواجه أمريكا ونواصل المشوار في مواجهة الإمبريالية. ده كلام الحرس الثوري الإيراني. موجز هذا الأمر وحصاده فيما يلي: نمرة واحد، الحرس الثوري ده اللي احنا قلنا انه خلاصته تأسس سنة 79، بنتكلم على 150 ألف زي 90 ألف بسيج، تلت الاقتصاد، قوات بحرية وجوية وبرية، بنتكلم على سلطة واسعة جدا، نفوذ كبير جدا. هذا الحرس الثوري الإيراني في نهاية المطاف عمل إيه؟ أدى إلى إحياء الفتنة داخل الإسلام، الصراع السني الشيعي. هذا الصراع المذهبي الذي غزاه بقوة هو الفكر السائد لدى الحرس الثوري الإيراني. نمرة اتنين، شتائم لأمريكا، شتائم الإمبريالية، شتائم لإسرائيل، شتائم للصهيونية، حرق علم إسرائيل، حرق علم أمريكا. إنما في النهاية إسرائيل بقت أقوى بعد الثورة الإيرانية، وبقى المسلمون بعضهم لبعض عدو، وخرجت إسرائيل من سباق العداء وبقت أقوى مما سبق بفضل هذا الصراع الجديد. نمرة ثلاثة، إرباك الإسلام كدين، لأنه الأمريكان وغير الأمريكان بيؤكدوا إن الإيرانيين عندهم قادة من طالبان، وعندهم قادة من القاعدة، كان عندهم حمزة ابن أسامة بن لادن، وعندهم ناس من تنظيم داعش، وعندهم ناس من كذا. فالبعض بيقول إنه إيران كأنها بتدعم المتطرفين السنة لإظهار السنة كلهم في العالم كمتطرفين
أو كمنبع للإرهاب، علشان يوصف الإرهاب بأنه إرهاب سني وإرهاب إسلامي ثم إرهاب سني. طبعا ده مفيش ما يؤكده، إنما الصورة الواضحة تماما إن إيران والحرس الثوري والثورة كلها والخطاب الثوري في إيران كان سبب رئيسي لإثارة الفتنة داخل الإسلام بين الشيعة والسنة. وأخيرا، لا يزال الهدف تصدير الثورة، اللي هو تصدير الدم. تصدير الثورة معناه تصدير الدم، تصدير التخلف، تصدير الفتنة، تصدير الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، تفكيك الدول، تصدير الخراب في واقع الأمر. وبالتالي نتمنى أن إيران تتراجع بعد 40 سنة على هذه الثورة التي كانت نكبة على المنطقة، تتراجع عن هذا الخطاب وتكتفي بنفسها وتعمل اللي عايز تعمله داخل أراضيها، ثورة 30 ثورة، فكر ثوري كما تشاء إيران تفعل داخل إيران. إنما تصدير الدم إلى المنطقة وتصدير الفتنة إلى المنطقة وإحياء الصراع المذهبي وإحياء المعارك السنية الشيعية، وإن في الآخر يبقى غير المسلمين في كل مكان في العالم أكثر أمنا والمسلمون الأقل أمنا في هذا الكوكب، لا شك أن الفكر الثوري الإيراني كان جزءا من ذلك. ومن المؤسف أنه بعد 40 عاما من الثورة لا تزال إيران تتحدث عن تصدير الدم أو تصدير الثورة. في شرح وتوضيح ما ذهبنا إليه في فيديو من سكاي نيوز، ما هو الحرس الثوري الإيراني؟ الفيديو الثاني عن قوات البسيج، اللي هي قوات التعبئة، اللي هي جزء من الحرس الثوري الإيراني، اللي هي حوالي 90,000، لكن بتقول إنها ممكن تجند في لحظة 20 مليون إيراني. المقطع الثالث بقى عن الاتهام الأمريكي للحرس الثوري الإيراني بالاتجار في المخدرات. من جانبي بقى، الحرس الثوري الإيراني بيتحدى إدارة الرئيس ترامب إنه هيواصل خطواته التصعيدية. الثورة الإيرانية هتلاقي بقى ميدان فلسطين وشارع فلسطين وفيلق القدس وشارع القدس ويوم القدس، كل ده هتلاقيه، إنما في الواقع لم تفعل إيران شيئا يذكر في مواجهة إسرائيل، رغم مسيرات حرق الأعلام ورغم الموقف الممتاز باستمرار للشعب الإيراني. هنفرق بين الشعب الإيراني وبين الحكومة الإيرانية التي تتحدث كثيرا عن فلسطين لكنها لم تقدم ما يذكر.